بهذا الملجأ للحيوانات المسعفة لجمعية براءة، تعمل هيفاء على مساعدة الكلاب الضالة والجريحة على التعافي. دق دق دق، مخبيها. هاي ليك. الله بلاش درك كي خرج انسان ليش مبلحه. تعمل الطبيبة البيطرية على تلقيحهم ضد داء الكلب مجانا طيلة السنة في خطوة للتقليل من انتشار المرض. كل 9 دقائق يسمى واحدة يتوفى من داء الكلب في العالم، ماشي في الجزائر، في العالم. يا اخي، وحنا داء الكلب، حنا جمعيه تاعنا الهدف تاعها الاول هي مكافحه داء الكلب، وكي نكافحوا داء الكلب بطريقه انسانيه بغض النظر على واش يدير الكلوفة او واش راهم يديروا الاخرين، حنا نحوسوا نبدلوا لهم طريقه العمل تاعهم بطريقه انسانيه. كاين سكون ابل تي ان ار تي، حاب يقول تراب شدوهم، ان حاب يقول ناتر اسمها ستيريليزيوم، حاب يقول يعقموهم، وريتورن يعاود يطلقوهم. حنايا الا شفتوا بلي انا مدايرين لي تاغ الكلاب، كاين اللي كانوا برا حكمناهم ستيريليزيناهم فاكسيناهم عرفنا طلقناهم، كي يشوفوهم برا يعرفوهم بلي كلاب اسمها دفاتوا على يدنا، وهكذا نقدروا نتحكموا بداء الكلاب. التحسيس بخطورة هذا الداء وتوعية المواطنين من بين أدوار الجمعية، وتطمح الطبيبة البيطرية إلى تحويل المحشر الخاص بالحيوانات إلى مركز للتلقيح ضد داء الكلب. احنا بنيناها بروجي بيلوت في بوسماعيل، رحبتنا لابيسي تاع بوسماعيل، عندهم ومتان قالوا فا صغيره داخل باش نبدلوها نرجعوا لها ان سونتر دو ستيريليزاسيون، تعقيم الناس تعقم ومام طون فاكسينيو. مشكل كان عندنا شويه في الدايره انا نستنى فيهم، باسكو حنايا قلنا لهم نديروا كلش، وكان معمر بلي فيتيرينير اون شوماج، ندير لهم فورماسيون، سي سا لو بي تاعنا، نديروا دي كابتور، لي كابتور نجيبوا واحد يدير لهم فورماسيون، مي لازم الدوله تعاوننا، ما نقلناش فينونسيامون، تسهيلات pour qu'on puisse faire ce qu'on a besoin de faire pour éradiquer la rage. باش نكافح الكلب. التصدي لداء الكلاب لتحقيق صفر حالة يستلزم تكثيف العمل القطاعي المشترك مع المجتمع المدني لحماية صحة الإنسان والحيوان معاً.